اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في الجزء الثاني والاخير من رحله البرتقال. من اول ما شفناها في المزرعه مكملين معاكم من داخل احد محطات تجهيز البرتقال. هيكون معانا الباشمهندس سعيد العاصي اللي هيكلمنا عن كل المراحل اللي بيمر بيها البرتقال لحد ما نشوفه بيتصدر في الاسواق الخارجيه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني احنا في الجزء الاول من الحلقه شفنا البرتقال داخل المزرعه، شفناه وهو يعني اخذ معلومات كتير جدا عن عمليات الحصاد، عن عمليات الجمع. اتنقل البرتقال ووصل عند حضرتك، خلينا نعرف من حضرتك هيمر بكام عمليه لحد ما يصبح جاهز للتصدير. تقريبا في عمليات محطات الفرز والتعبئه بالنسبه للموالح عامه والبرتقال خاصه، بيتم البرتقال بحوالي من 9 ل 10 مراحل تقريبا. اول مرحله لما البرتقال بيوصل المحطه بناخد عينه عشوائيه من الرساله، بيقوم مهندس الاستلام والفحص بفحص العينه العشوائيه اللي بتمثل الرساله. اول حاجه بيدور عليها، وده مهم جدا، ان العينه تكون خاليه، وبالتالي الرساله تكون خاليه من اي اثار للاصابه بذبابه الفاكهه او الاعفان. في حاله وجود اي اثار للاصابه بذبابه الفاكهه او الاعفان بيتم رفض الرساله. بعد كده بيدور على اثار الاصابه الحشريه او الفطريه او اي اثار للعوامل الميكانيكيه اللي ممكن تصيب يعني البرتقال. الاخطاء يعني الحصاد، لا اثناء عمليه الحصاد، اثناء عمليه الحصاد هي العوامل الميكانيكيه، سواء كان نتش او قص عالي او جروح او كدمات او الكبسوله، او الكبسوله منزوعه، كبسوله منزوعه طبعا. لان احنا المشكله هنا في مصر ان عمليات الجمع بتتم بطريقه خاطئه جدا، نتيجه ان العمليات بتتم عن طريق عمال غير مدربين، وده احنا بنفتقده في مصر، وده بيسببه بتترفع نسبه الفرز، تكون فرز عاليه، وبنقلل من كميه المحصول الجاهز للتصدير. فمهم جدا ان احنا نهتم بعمليه الحصاد في المزرعه. بعد ما بيتم فحص الرساله بيحدد المهندس المسؤول اللي هي اتقبلت او اترفضت. لو اترفضت بترجع تاني للمورد او بترجع المزرعه وبتم تسويقها في السوق المحلي. لما بتتقبل بتبدا بعد كده مراحل الاعداد والتجهيز للبرتقال. طيب يعني قبل ما يعني ما نبتدي تصوير سالت حضرتك هنبتدي على طول المراحل، قلت لي تقريبا البرتقال بيقعد حوالي 24 او 72 ساعه. خلينا نعرف من حضرتك برضو ايه سبب التاخير ده لحد ما بتبتدي عمليات التجهيز. تمام يا فندم. المفروض اساسا ان البرتقال لما بيوصل المحطه وبيتم السماح بدخوله او قبوله بنعمل له عمليه التتبيل او دراي كورنج او العلاج التجفيفي. العمليه دي الهدف منها ان البرتقاله بتفقد جزء من الرطوبه اللي موجوده في القشره بتاعتها عشان بعد كده تتحمل عمليات التداول في المرحله اللي جايه. يعني اعتقد البرتقال لو كان فيه نسبه رطوبه عاليه هيبقى عرضه للشروخ والكسور بشكل اسرع، وده هيخليه مش مقبول في الاسواق اللي بره كمان. كسور او جروح بيبقى عرضه لمهاجمه اي فطريات، لان الفطريات اساسا بتصيب الثمره في بيئه معينه منها ارتفاع نسبه الرطوبه. ايوه. عمليه الدراي كورنج او العلاج التجفيفي دي بتتم ان احنا بنحط البرتقال اللي هو الريو ماتيريال الخام بتاعنا في مكان جيد التهويه مظلل من فتره من 24 ساعه ل 72 ساعه. المشكله ان المحطات، معظم المحطات بتستعجل وما بتعملش العمليه دي بالصوره المناسبه، وده برضو بيسبب مشاكل في البرتقاله لما تبقى في الكرتونه لما بتبقى منتج نهائي. بعد عمليه العلاج التجفيفي دي احنا بندخل البرتقال على التشغيل. اول حاجه او اول مرحله على خط الانتاج هي مرحله الغسيل والتطهير. مرحله الغسيل والتطهير دي من اهم المراحل على خط انتاج الموالح في محطات التعبئه. خليني بس قبل ما انتقل مع حضرتك لمرحله الغسيل، عايزين نقول قد ايه مهم ان تكون منطقه استقبال البرتقال وقبل الغسيل منفصله تماما عن منطقه تجهيزه للتعبئه، يعني عشان ما ننقلش ممكن امراض او محطه التعبئه او الباك هاوس اللي احنا موجودين فيها دي لثلاث مناطق. المنطقة الأولى منطقة المنتج الخام اللي بتتم فيها عملية فحص واستلام، وبتتم فيها عملية ريو ماتيريال أو في الستور مخزن المنتج الخام. يعني استقبال المادة الخام. المادة الخام. المنطقة دي بتبقى منفصلة تماما زي حضرتك ما شفتم، بتبقى منفصلة عن منطقة التعبئة أو منطقة التجهيز. المنطقة الثالثة بتبقى منطقة التخزين المبرد أو منطقة المنتج النهائي بقى. المنتج النهائي. في منطقة الشيلدنج اريا يعني اللي هي منطقة تبريد البرتقال وتجهيزه. تمام. بعد ما بيتم في عملية الغسيل والتطهير احنا بنستخدم محاليل بيبقى فيها مطهرات بتركيزات معينة. المطهرات مهم جدا ان انا
اثبت التركيز بتاعها، احطها طبقا الماتيريال ديب سيفتي داتا شيت بتاعتها. زمن مرور السمره مش عايزين نقول قد ايه هنا الناس يعني مهتمين جدا بتركيزات محاليل المطهره بانواع المحاليل. يعني هنا شفنا غسيل بالميه وغسيل بالميه وصابون وغسيل بالكلور وغسيل بالاو بي بي، وكلها كانت طبقا ل يعني التركيزات الموصى بها عالميا، لان احنا بنصدر يعني بضاعه لازم توصل للكاستمر او للزبون بالمواصفات اللي هو طالبها بالظبط. تمام يا فندم. احنا عاده المحطه بتشتغل شغل الدول العربيه وشغل الدول الاوروبيه. في شغل الدول العربيه ما بيختلفش كتير عن الدول الاوروبيه، احنا ما بنميزش ما بين مستهلك ومستهلك بغض النظر عن الدوله اللي احنا بنصدر لها. احنا لينا سياسه عاده في الشغل بتاعنا ان احنا بنطلع منتج امن، منتج خالي من اي مشاكل قد تعرض المستهلك للضرر، منتج مقبول، منتج يشرف مصر. بعد مرحلة الغسيل أو بعد مرحلة الغسيل والتطهير بيخش البرتقال على مرحلة تجفيف المية. طبعا من ضمن مرحلة الغسيل والتطهير مرحلة التجفيف، بعد كده بيمر على مرحلة الفرز. الفرز عندنا بيتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في الفرز بيشيل فيها العاملة، وعاملات الفرز عندنا على أعلى مهارة مدربين طبعا، لأن احنا بنستقبل العمال هنا من قبل السيزون بفترة كافية، بندرب العاملات عندنا، كل عاملة بتتدرب على الشغلانة اللي بتقوم بيها. عاملات الفرز في المرحله الاولى، الفرز بيتم على ثلاث مراحل. عاملات الفرز في المرحله الاولى، الفرزه الاولى العامله بتشيل كل ما هو غير متعلق بالبرتقانه، سواء جزء خضري جاي مع البرتقان في الصندوق، سواء كانت برتقانه مكسوره، سواء كانت برتقانه، المهم ان هي بتسيب البرتقانه الصالحه للاستهلاك، الصالحه للاكل. يعني هنا يا جماعه الفرز في اول مرحله بيكون يعني مالناش دعوه بالحجم لسه، مالناش دعوه باي حاجه، احنا بس الفرز عن الثمره الصالحه والثمره الغير صالحه. في المرحله الثانيه من الفرز العامله بتركز على العيوب اللي هي عاده ما بتبقى منتشره في الموالح، اللي هي اي اثار لاصابه حشريه، سواء كانت اكاروس، تريبس، حشرات قشريه، الحاجات الشائعه، او الاصابه الميكانيكيه اللي هي قلنا حصلت اثناء الجمع والنقل للمحطه، اللي هي جروح والكدمات والحاجات دي. يعني حبات فتحت اتكسرت طلع منها كبسوله كده. المرحله الثالثه والاخيره من مراحل الفرز اللي هي الثالثه بيتم فيها، ودي مرحله الكنترول، بيتم فيها التركيز على كل العيوب، سواء كانت العيوب الجامده او العيوب البسيطه، بحيث ان البرتقانه بعد كده هتخش هتبقى في متناول ايدي العامله، عامله التعبئه اللي هتحطها مباشره في الكرتونه المعده خصيصا لذلك. احنا خلينا ناخد فكره برضو، بعد عمليه التجفيف كان في عمليه التشميع، وعايزين نقطع دي بعد عمليه الفرز. بعد عمليه الفرز يعني هندخل بعد كده عمليه التشميع. نعرف بعد عمليه الفرز بتتم عمليه التشميع. عمليه التشميع عمليه مهمه جدا، وان ما تمتش بطريقه او بالاسلوب الامثل ده هيسبب لضرر للبرتقان او الموالح الجاهزه للتصدير. التشميع لازم يكون بشمع موصى بيه، مش باي شمع، بيكون تركيز المطهر اللي مضاف له تركيز الموصى بيه برضو طبقا للماتيريال سيفتي داتا شيت لكل مطهر جاي معاه. عاده الشموع المستخدمه في مصر شموع كلها شموع اوروبيه، شموع سواء للدول العربيه او شموع للدول العربيه او الاوروبيه. احنا هنا في المحطه بتاعتنا بنستخدم شموع بنجيبها من اوروبا، بنضيف للشمع الوتر ووكس، بنضيف له مواد زي التيب الزبد والاميزانين وبعض المطهرات الثانيه، بحيث ان انا اضمن ان اي ثمره بعد كده بعد ما عدت من عمليه التشميع هتكون عرضه للفطره عامه، مش هتاثر باي فطره قد يهاجمها الا لو كان موجود في الثمره من الداخل. تمام. بعد عمليه التشميع بتخش البرتقانه على عمليه تجفيف للشمع. تجفيف للشمع معناه ان مرور البرتقانه في نفق حراري طوله تقريبا من 6 ل 8 متر على درجه حراره معينه، بتكون البرتقانه فيه يعني بتتحمل درجه الحراره، بتطلع منه الشمع غير لزج زي حضرتك ما شفت. بعد كده بتخش البرتقانه على مرحله التدريج او التحجيم. احنا هنا في الشركه بنستعمل سايزر الكتروني بيستخدم عن طريق او بيتم التحكم فيه عن طريق الكمبيوتر، بحيث ان هو يحجم لي البرتقان طبقا لاقطاره مش طبقا لوزنه. طبعا اعزائي المشاهدين عشان نفهم موضوع السايزنج او موضوع التحجيم، ببساطه كده البرتقان بيمر عبر سيور ناقله على جهاز، الجهاز ده مثبت فيه مجموعه من الكاميرات،
الكاميرات بشكل او باخر وبسرعه شديده جدا بتعرف حجم قطر البرتقانه. كل برتقانه بالظبط طولها وعرضها يعني بتعرف الحجم. كل برتقانه بتبقى موجوده على كاب او بتبقى موجوده على طبق. الطبق ده مجرد ما البرتقانه بتتصور بيتعرف بالظبط هي المفروض ان الكاب او الطبق ده هيتقلب في انهو مجرى او انهو ممر، لان كل حجم من احجام البرتقال هنا بيكون له ممر معين، بحيث ان كل كرتونه هيتم تعبئتها يعني هتكون متناسقه الحجم. بكده بنكون ضمننا تقريبا ان كل الثمار هتكون في حجم واحد او قريب من بعض جدا واكيد سليمه يعني. طيب عمليه التحجيم، احنا في الموالع عاده بيتم التحجيم بحيث ان كل مجموعه او كل عدد معين من الثمار بتكون بوزن موحد، لان احنا عدد في الاخر بنعبي في كرتونه واحده في الوزن. يعني نفس الفكره بتاعه تحجيم البرتقال عندنا هنا كمان احنا رصدناها في تحجيم البيض، ونفس التقنيه اللي موجوده يمكن في شركات البطاطس المقليه او الشركات الشيبسي حسب قدر الثمره. بالظبط نفس الفكره الصمر. نفس الفكره، هي كاميرات برضو بتصور الثمره في جزء من الثانيه وبتعمل مجرى لكل حجم يعني. تمام. بعد ما بيتم تحجيم البرتقال طبقا لاقطاره وطبقا لقطر كل ثمره، بينزل البرتقال بيتوزع على سيور توزيع على سيور نقل، وبينزل على ادراج التعبئه بيبقى في متناول ايدي عاملات التعبئه. عاملات التعبئه مدربين على انهم بيرصوا كل حجم بطريقه معينه زي ما بتشوفوا في الصوره، بحيث ان البرتقال بيبقى الكرتونه في الاخر وزن موحد. يعني على سبيل المثال احنا بنشتغل النهارده دول عربيه في كرتونه تلسكوبيك 8 كيلو، الوزن القايم بتاعها 8 كيلو، وفي كرتونه اوبن توب مكشوف 8 كيلو. الكرتونه الاوبن توب بيتعبى فيها الاحجام من ال 36 42 30 36 42 48، الكرتونه الاوبن توب بيتعبى فيها احجام 28 24 20. معنى كلمه حجم يعني عدد الثمار الموجوده داخل كل كرتونه. هو طبعا ده بيسهل عمليات التداول طبعا، يعني بره ما فيش يعني حد هيقعد يوزن كرتونه، فالمفروض ان الكرتونه بتطلع تقريبا وزنها 8 كيلو، يبقى هي موجوده 8 كيلو، اللي هياخد كرتونه زي اللي هياخد اثنين زي اللي هياخد ثلاثه، الكرتونتين وزنهم 16، الثلاث كراتين وزنهم 24، الموضوع ده منتهي ما فيهوش كلام يعني. عمليه التعبئه بيتم فيها الرص بطريقه معينه، تغليف بطريقه معينه، وضع الاستيكر بطريقه معينه، بعد كده لزق الكرتونه، بعد كده بتبدا الكرتونه بتطلع على السير، بتحط على باليتات، وبتبدا عمليه الرص والتبليت والشمبره. كده بنبقى حصلنا على المنتج النهائي بتاعنا. طيب في بس عمليه احنا هنا رصدناها ويمكن مش كل الدول بتقبلها، وهي عمليه اسمها عمليه التلميع. يعني خلينا برضو نلقي الضوء عليها. نقول عمليه التلميع دي عمليه احنا بنستخدمها في حاله الشغل او في حاله التصدير للدول العربيه. بعض الدول العربيه او معظم الدول العربيه بيحب ياخد البرتقانه المستهلك عنده بتلمع، فبنستعمل رش سبراي ملمع على طبقه الوش، وده فود سيفتي امن غذائي خالص، وده مستورد من اوروبا يعني ما فيهوش اي ضرر بالنسبه للمستهلك. لكن في بعض الدول الدول الاوروبيه ما بيهمهاش المظهر بقدر ما بيهمها الجوهر، ما بتحبش تستخدم السبراي ومنع ان هي تستعمل، منع اي محصول بيستعمل سبراي. طبعا اعزائنا المشاهدين يعني احنا هنا مرينا بكل العمليات وسالنا وشددنا وتاكدنا كمان ان كل المواد المستخدمه سواء كانت مواد الغسيل او مواد التشميع او مواد التلميع كلها كانت امنه ومطابقه للمواصفات الاوروبيه، امنه غذائيا. يعني انا حتى سالت قلت يعني لو طفل حتى بالغلط اكل ثمره مش مغسوله هل كده ممكن يتعرض لمشكله؟ فتاكدنا برضو ان طبعا يستحسن ان احنا لازم نزيل طبقات الشمع والمطهرات الموجوده على الثمره، لكن اذا يعني حصل انها كانت ثمره يعني ما جراش حاجه، لان يعني هي برضو امنه ويعني طبقا للمواصفات هي امنه. يتبقى عندنا مرحلتين اثنين، مرحله التخزين المبرد او التخزين في الكولستور. احنا معروف ان الموالح بتتخزن والبرتقان بيتخزن على درجه حراره من 3 ل 7 درجه مئوي. البرتقان بيختلف عن الليمون، بيختلف عن الجريب فروت، بيختلف عن المندرين في درجه التخزين، درجه حراره التخزين. احنا هنا بنخزن تخزين مؤقت لمده يوم 2 3 لحين عمليات اجراء عمليات الشحن. تمام. باشمهندس سعيد انا عايز اشكر حضرتك جدا، حضرتك يعني الجوله معاك كانت ممتعه وشيقه وجميله،
وبتمنى ان شاء الله كل الساده المشاهدين يكونوا استمتعوا بيها. اهلا بيك يا فندم. اهلا اعزائنا المشاهدين، يمكن اللي ما يعرفش، يمكن منكم اللي راح السعوديه او الامارات او قطر او عمان او الكويت، يعني دول الخليج كلها، يستحيل تلاقي برتقانه مش مصريه. البرتقان المصري يعني علامه من ضمن علامات سوق الفواكه في اي دوله عربيه، وكمان روسيا يعني من كبار يعني مستهلكي البرتقال المصري. اوروبا بتستهلك البرتقال المصري بشكل كبير جدا، يعني دي حاجه بتشرفنا، وصناعه بنتمنى ان شاء الله ليها كل الازدهار. اعزائنا المشاهدين، بكده بتكون خلصت معاكم حلقتنا، اتمنى يا رب تكون عجبتكم.